الأخ الكريم أبو محمد من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبا محمد، شنف مسامعنا بقصة تشيعكم لآل رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تقبلوني أول شيء أكون معكم آخر التشيع ولا لا؟ نعم إن شاء الله، حياك الله. الله محييك. أنا سابقا كنت مقاتل في جبهة النصرة، يعني كنت وهابي إلى النخاع يعني بالمر. سبحان الله. يعني كان دمي، يعني أكره شيء عندي أعمل دورات. يعني أول شيء نتعلمه الشيعة كفار مرتدين زنادقة. سبحان. فمع الأيام صرت عم طالع طبعا أعطونا كتب صحيح بخاري ومسلم، فصرت عم شوف فلان وقال كذا، صرت عم أسأل عنها الشيخ قال لي هذا بدعة ولا يجوز وكذا. صار عندي شك يعني بصراحة بأمور ديني، كأنا مسلم سني يعني موحد، صار عندي شك. بعدين كنا نتعلم عقيدة ابن تيمية، وكانوا يقولون شيخ الإسلام شيخ الإسلام. نعم. فطلع تجسيم بتجسيم، فكانوا يعني عم يحكوا عن صفات رب العالمين كهيئة بشر، لكن يعني ليس كمثله شيء. يعني مثلا قالوا إن الله له يد تليق به، بنسأله كيف تليق به؟ قال لا يجوز السؤال، يعني كان ممنوع تسأل أبدا. معارك الصحابة، سيدنا قتل سيدنا والاثنين على الجنة وخلصت القصة يا شباب، ولا حد يسألني. سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر لأنه رفض البراءة من سيدنا علي. طيب ليش واحد على النار واحد على الجنة؟ لا خلاص الاثنين على الجنة ولا حد يحكي ولا حد يناقش، وإذا أي أحد يناقش موضوع الصحابة أنت زنديق مبتدأ دغري، يعني هذا يعني هذا الكلام فورا. فصار عندي شك أنا بأمور ديني، فتابعت عدنان إبراهيم. يعني ما أخبي عليك يعني الوهابية بشكل عام أنا كنت واحد منهم، ما كنت بعرف شيء عن أهل البيت عليهم السلام، ولا كنت بعرف شيء عن حبهم. حديث يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ما سمعت كيف حياتي. حديث سفينة نوح إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح فقد نجا، حياتي ما سمعته. حديث كتاب الله وعترتي كنا مثل البهائم، يعني حش السامعين كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي فقط، وعترتي ما نسمع فيه بحياته، حب أهل البيت ما نسمع فيه بحياته، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ما سمعنا فيه بحياتنا، فاطمة بضعة مني من أذاه فقد أذاني، ما نسمع هذا الشيء. شيخ أنا تفاجأت بالشيخ عدنان إبراهيم وقد سمعت سلسلة معاوية في الميزان، أنا قلت هذا معاوية زنديق عم يطعن بسيدنا معاوية عدنان إبراهيم، فتابعت السلسلة للآخر فكلها يعني من كتب السنة، ما في أي شيء من كتب الشيعة. أنا هنا انصدمت، حديث كتاب الله وعترتي سمعت فيه انصدمت يعني. فأنا عم قلب على اليوتيوب طلع عند الشيخ ياسر الحبيب، لأنه الشيخ ياسر الحبيب ما أخبي عليك يعني كان قبل مشهور عندنا أهل السنة، إنه حاطين على يعني هيك كاتبين يعني على قناة صفا وصال سابقا بال 2012 2013 ياسر الحبيب يطعن في أم المؤمنين عائشة، كانوا عاملين قصيدة أمه يا أمه لا تحزني أرض النفاق في أم المؤمنين. هيك قصائد يعني، وأنا كيف حافظهم يعني؟ اي والله، وحاطين يعني هيك يعني على اسماء والروافض مشركين كانوا قناة الصفا وصال، أنا كنت أتابع لهم شيخ. ما تأخذوني إذا عم أحكي، بس لكن عم أحكي لك إلا بقلبي والله. نعم تفضل أكمل. وقلب كل وهابي هيك يعني بصراحة، كنا عم تابع قناة صفا ووصال وهيك، مقطع قصير عن الشيعة وبعدين بعلقوا مقطع قصير مقتطع، ما بيحطوا كامل كل القصة، لا 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 أبدا، مقتطع عن الشيعة وفقط لا أكثر. حطوا الشيخ ياسر الحبيب يحرض على قتل أطفال السنة السوريين في الحولة في حمص وضجت سوريا، يعني أمور يعني مخزية، لكن الحمد لله فضل من الله عز وجل فضل. ثم الشيخ ياسر الحبيب جزاه الله ألف خير، وإن شاء الله يا شيخ ياسر الحبيب إن شاء الله يا رب الله يحميك ويوفقك وينصرك على البكريين أجمعين إن شاء الله يا رب العالمين. والله العظيم سمعت يعني ثلاث سلاسل فقط لا أكثر، يعني كيف زيف الإسلام وأهل السنة هو أهل الخدعة وكذوبة عدالة الصحابة، يعني بصراحة يعني حتى أنا بالصلاة قلت يا رب يا رب بحق محمد وآل محمد،
إذا الشيخ ياسر حبيب على الطريق الصحيح أريد أشوف حلم. أنا بالحلم أجاني رجل أسود بأسود، أنا خفت منه، مديت إيدي، هو الزلمة مد إيده علي، لكن أنا رجعت منه هيك لورا، قال لي لا تخاف تعال عندي، مديت إيدي عليه، وقت سحبني فزيت الفجر عم يأذن. إي والله، بعد فترة كمان شفت 12 واحد ومعهم مرة، ما بعرف مين هدول، لكن شفتهم واقفين وفي يعني على شفة جبل، وتحت الجبل يعني أمم أمم في جهنم. والله العظيم خفت، يعني حتى هذا تفسير الحلم يعني ما بعرف شو هو. إيه والله يا شيخ، فالحمد لله رب العالمين، الله هدانا على طريق محمد وآل محمد. والله يا شيخ فرحة لا توصف، أقسم بالله العظيم فرحة لا توصف. قبل كنت يعني أكثر، يعني ما أخب عليك، كنت أكثر شيء بكره الشيعة، شيعة مجوز كفار يهود إلى آخره. والله العظيم اليوم يعني أفتخر إن الحمد لله صرت متشيع، ألف نعم وألف شكر، أحمد الله إني صرت متشيع وألف شكر. هنيئا والله هنيئا لكم، مرتاح والحمد لله. هنيئا لكم أخي الكريم على هذه القصة الجميلة، وبصراحة يعني نحن فرحون بدخولك وركوبك سفينة النجاة وخروجك من هذه التنظيمات الإرهابية، وأترككم إن شاء الله مع سماحة الشيخ الحبيب ليلقنكم الشهادات الإسلامية. تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الكريم. يا هلا بنور القلب، يا هلا حبيب القلب، حياك الله وبياك، الله يحفظك ويطول بعمرك إن شاء الله يا رب يا شيخ، الله يحفظك إن شاء الله يا رب، وبشوفك يا رب، الله يحشرك مع محمد وآل محمد يا رب، الله يحفظك الله يعني جميعا إن شاء الله تعالى. صراحة أثلجت صدورنا يا أخانا الكريم بما تفضلت به، والحمد لله الذي استنقذك من الضلالة ومن الإرهاب ومن الإجرام، والحمد لله الذي جعلك من راكبي سفينة النجاة التي من راكبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وبالمناسبة أيضا هذا الذي نسبوه إلي في تلك الفترة من أنني أفتيت كما يزعمون باستهداف أطفال أهل السنة على تعبيرهم في سوريا، هذا كذب من هؤلاء القوم الكذبة، رغم أنهم روجوه في إعلامهم أيام احتدام المعارك في سوريا ونفيناه نحن في تصريح الرسمي آنذاك، لكن سبحان الله يعني القوم هذا الكذب يسري في دمائهم فزوروا علينا هذا البيان ونشروه في كل مكان. نحن لا نجيز استهداف المسلم في دمه أو عرضه أو ماله على أي مذهب كان، نحن نحقن دماء جميع أهل القبلة، هذا الذي نحن نتدين به ونتعبد الله عز وجل به، لكن ماذا نفعل مع الكاذبين؟ ألا لعنة الله على الكاذبين. فعلى بركة الله تعالى قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله جل جلاله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب وشين، ومبرأ من كل عيب وشين، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، صلوات الله عليهم، صلوات الله عليهم، أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله، من أبي بكر وعمر وعثمان، من أبي بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة،
وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار صلوا على محمد وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم هنيئا لك أخي الكريم ثبوت سفينة النجاة هنيئا لك أخانا الكريم ثبتك الله على الإيمان والهدى ورزقنا وإياك الجنة بشفاعة المصطفى وعترته الطاهرة شيخ ياسر نعم تفضل يا أخي نعم تفضل معاوية هذا اللعين ما لعنا ليش مشمول بقولنا وسائر أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف لعنة على معاوية وعلى أمه وعلى أبوه وعلى ابنه